بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيبل تنس مع الكابتن رضا ثابت. في ناس كتير كلمتني في موضوع أنا الستايل بتاعي بحس إن هو مش مظبوط، أو مثلا حد بيقول لي أنت بتنزل إيدك وأنا مش مصدق إن أنا بنزل إيدي، أو بأكثر ريست زيادة في مهارة الباك هاند، فببقى مش مقتنع. مثلا يعني في لعيبة كتير فعلا بتبقى كده. أنا عايز أقولك على حاجة، المدرب دايما المدرب هو المراية بتاعتك، هو اللي شايفك. فاكيد لو بتلعب صح مش معقول هيتكلم وانت بتلعب صح، مش معقول بتلعب صح يقول لك ايه اقعد ريست ايدك مش عارف ايه، الكلام ده مش مظبوط. لكن اكيد المدرب هيتكلم في حالة ان انت مثلا بتلعب المهارة بشكل مش كويس. طب ايه العلاج ان انا مثلا اظبط الستايل بتاعي؟ كلنا عندنا مرايات في البيت، وانت مثلا بتقف قدام المراية عشان تتشيك، علشان تسرح شعرك، او انت كبنت مثلا بتقف قدام المراية عشان تتشيكي، او الكلام ده كله. برضو عايز تخلي الستايل بتاعك شيك ويكون شكلك كويس، وقف قدام المراية واعمل عدد كبير من كل مهارة. هتلاقي نفسك شوية شوية الستايل بيثبت، الشكل بيثبت، والتكرار بيثبت الايه المهارة وشكلها زي ما انت عايز. انا دلوقتي قدام المراية وشايف نفسي كويس، انا وقفت المدرب بيقول لي ابعد كوعك عن جسمك، اكيد انا قدام المراية شايف دلوقتي ان انا كوعي لازق في جسمي. لو رست ده كده، ما انا شايف ان رست ده كده، رست ديك بيبقى كده، يبقى انا دلوقتي شايف نفسي ان انا رست ده كده، يبقى انا المفروض انا اهو رقيب على نفسي وشايف، والمفروض ان انا ليا مثل اعلى في المهارات، علشان انا يعني اكيد في حد هبقى معجب بيه في المهارة اللي هو بيلعبها. فمثلا واحد مهارته فور هاند شكلها حلو، فممكن اخد منه الفور هاند، واحد مثلا الباك هاند اخد منه الباك هاند، واحد التوب سبين اخد منه السبين، هكذا. مش احنا دلوقتي هنقعد بقى مهارة الفور هاند. المدرب قال لي كوعك ما يلزقش في جسمك، مضربك اعلى من كوعك، ريست ديك ما يقفلش كده ولا كده، او يقف كده او ينزل لتحت او يخش لجوه، اهو خلاص ظبطت انا اهو. واعمل بقى كتير، عد مثلا 50 على قد جهدك او 100 على كل واحد على حسب ما هيعرف يعد. وطبعا بظبط رجلي وابقى نازل بصدري، اكيد شايف نفسي وعارف انا بعمل ايه. خلاص مثلا خلصت الفور هاند وحاسس ان هي خلاص الشكل ثبت عندي وفاهم انا بعمل ايه، وخلاص مش واقف، مش بلعب وانا واقف، مش بلعب وانا ظهري نازل لورا. حاجات كتير انت هتشوفها قدام المراية من نفسك وهتبقى مقتنع بيها، فهتحاول تصلح. خلصت مثلا الفور هاند، دخلت على كونتر الباك هاند، المدرب بيقول لي ما تكسرش ريست ديك، خلاص مش هكسر ريست داي، ريست داي معدول، المضرب اعلى من كوعي، خلاص المضرب اعلى من كوعي، من عند صدر لقدام اهو، من عند صدر لقدام، وانا ماشي بقى في السنه كده في الفينش ده بقفله، خلاص اهو اديني بعمل، خلاص اديني برضو بعملها كتير. انت وشطارتك 50 100 زي ما انت عايز. خلاص القطع نفس كل مهارة اهو، بحاول ها السبن من فوق اهو، بحاول ان انا ما انزلش ايديا تحت واعمل كده، لا من فوق كده خلاص اهو. كل ما انت بتعمل كتير اي مهارة تبقى الحركة الديناميكية بتاعت المهارة بتثبت، لغاية لما بعد كده هتوصل لمرحلة ان هي لا ارادية، ان هي الطبيعي. كأني بقول لك اسمك ايه، فبتقول انا اسمي كذا كذا كذا. المهارة من كتر ما انت بتكررها بتثبت، بعد كده بتبقى حركة لا ارادية، بتبقى ده الطبيعي بتاعها. طبعا اللعب قدام المراية هيفرق معاك جامد جدا، هيفرق معاك في شكلك وتبقى راضي عن نفسك. يعني حتى مش تبقى محتاج ان المدرب يقول لك انت ريست ايديك مش عارف ايه، مثلا الباك هاند اهو انا بضرب سبين، كله بيقول لي انت بتعمل كده، طب خلاص انا قدام المراية شايف نفسي فهعمل كده لقدام اهو، اهي اهو المضرب اهو فوق الكورة اهو، قافل بريست ايدي كده وبلعب لقدام الفور هاند اهو، ممكن اجمع لو المراية كبيرة ممكن اتحرك يمين شمال، انزل اشيل توب سبين، اه ده بيقول لي انت ما بتنزلش بصدرك، ده انت ما بتتنيش ركبك، خلاص اديني اهو بعمل اهو توب سبين اهو، بشيل اهو بشيل، ممكن اشيل واحد من فوق اهي، سبين من تحت، سبين من فوق، سبين من تحت، سبين من فوق، وشايف دراعي ها رجع ورا نزل تحت، ريست ايديا دراعي ما اتفردش عشان يشد. خلاص انت شايف نفسك. لعب قدام المرايه هيفرق معاك كتير جدا جدا جدا، وهيثبت شكل المهاره بتاعتك والستايل بتاعك، وكررها كتير هتفرق معاك. ودي من ضمن الحاجات اللي فرقت معايا انا، علشان خاطر ابتديت عندي 16 سنه، وفي ناس كتير قالوا ان انت ما ينفعش تلعب بينج بونج اساسا،
لان اللي في سن عنده 16 سنه بيلعب مثلا بقاله مثلا 7 سنين 8 سنين، لو هو ابتدى من 6 سنين او 7 سنين، يعني شوف الفتره الزمنيه اللي بيني وبينه عامله ازاي. فكنت لازم اعوض الموضوع ده في البيت، ان انا اتمرن كتير على الهوا، ان انا اقف قدام المرايه واشوف شكلي انا بلعب صح ولا غلط. كل ده بيفرق معاك. وانت شوف انت هدفك، انت عايز تعمل ايه؟ عايز تلعب بينج بونج وخلاص، ولا عايز يبقى عندك ستايل كويس عشان يعلي مستواك، ولا عايز تضرب الضربات وخلاص، ولا انت على فكره ارتفاع المستوى مرتبط بالستايل. يعني انت مثلا لو بتجيبها بشكل غلط مع عرضه مثلا هتكسبني، مع حد تاني اسرع مني او اقوى مني او ستايله احسن او شكله احسن او مهاراته متمكن فيها اكتر مش هتكسبه، لان انت في مشكله عندك، في مشكله عندك في الستايل. فان انت تظبط الستايل بتاعك، عندك مرايه شوف نفسك فيها، ارضى عن شكلك وادائك اللي انت بتعمله قدام المرايه، هتفرق معاك كتير جدا، هتخلي ستايلك شكله حلو، هتخلي عندك تكرار واستمراريه في اللعبه اللي انت بتلعبها، المهاره اللي انت بتلعبها. ف مهم جدا ان انت تشوف نفسك قدام المرايه وتبقى راضي عن شكلك وادائك، ودي هتفرق معاك كتير جدا. وانا من ضمن الناس والله اللي اتأثرت بالموضوع دوت، وكنت انا من نفسي مفيش حد مدرب قال لي، كنت اقف قدام المرايه والعب في البيت على هوا وحاجات كتير قوي 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 علشان خاطر اجيب الفتره الزمنيه اللي بيني وبين اللي في سني بقاله 7 سنين بيلعب او 8 سنين او 9 سنين بيلعب بينج بونج، وانا في خلال سنه بفضل الله كنت بقيت اكسبهم. يا رب تكون الرساله وصلت للناس اللي كلمتني على موضوع ان هم الستايل بتاعهم حاسين ان هو مش كويس، يا رب الرساله تكون وصلت، وتكونوا عرفتوا ازاي تستغلوا المرايه في البيت بتاعكم بشكل احسن في بالنسبه للعبه بتاعتكم، او اي حد بيلعب اي لعبه ممكن يقف قدام مرايه ويشوف شكله بيلعب ازاي والكلام ده كله. يا رب نكون استفدنا. ودايما ان شاء الله، انا مبسوط على فكره بدعمكم جدا ليا، وبشكر الناس اللي هي بتعمل لايكات وان هي بتعلق لي، والناس اللي بتنبهني بحاجه انا مبسوط والله جدا، او الناس اللي بتكلمني، دي بتدي بصراحه روح معنويه عندي عاليه جدا، وبتخليني ان انا افكر وان انا ادي للقناه اكتر، وان انا اجتهد اكتر، وان انا افكر اكتر. وان شاء الله في فيديوهات جايه هتبسطكم جدا 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 وهتعجبكم جدا جدا، وافكار جميله هتفيدك في البيت وفي النادي، اتمنى ان الناس تعمل بيها وشير الفيديو علشان غيرك يستفاد، ما تنساش واللايك علشان في ناس بتتفرج على الفيديو ما بتديش لايك، ولو مش عاجبك دوس ديسلايك وقول لي التعليق اللي مش عاجبك في الفيديو عادي، يعني انا بالنسبه لي مش ببقى متضايق، بالعكس انا مبسوط ان ده بيخليني اتنبه لحاجه المفروض ان انا احسنها اكتر. واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.